أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. نسلط خلالها الضوء على عودة الوفد الحكومي لمواصلة المشاورات بعد 5 أيام من تحليقها. وافق الوفد الحكومي على العودة إلى جلسات المشاورات بعد 5 أيام من تعليق مشاركته جراء تعنت وفد الميليشيا وعدم التزامه بالشروع في جدول الأعمال وإقرار المرجعيات المتفق عليها. هذه الموافقة على العودة جاءت بعد لقاء الرئيس هادي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على هامش منتدى الدوحة 16. وزير الخارجية عبد الملك المخلافي قال إن قرار العودة جاء بعد ضمانات إقليمية ودولية للالتزام بالنقاط الست التي طالب بها وفد الحكومة في مشاورات الكويت ولإعطاء المحادثات فرصة أخيرة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف اقتنع الوفد الحكومي بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وما مضمون وطبيعة الضمانات المقدمة له، وهل باتت هنالك ضوابط وإجراءات حازمة ضد معرقلية التفاوض هذه المرة باعتبارها الفرصة الأخيرة؟ هذه الأسئلة وأكثر نناقشها في حلقتنا من زوايا الحدث اليوم، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. فرصة أخيرة للسلام. الوفد الحكومي في الكويت يعود إلى طاولة المفاوضات بعد 5 أيام من تعليق مشاركته فيها على خلفية عدم التزام وفد الميليشيا بأسس ومرجعيات الحوار. ومع العودة لم يحدث ذلك الالتزام، وما حصلت عليه الحكومة لم يكن سوى مزيد من الضمانات التي طالما تلقتها الأكثر من مرة ومن مختلف الأطراف الدولية. وثيقة مكتوبة بالتزامهم بالنقاط الستة التالية، مكتوبة وموقع عليها، لن ندخل أبدا في نقاش بناء على أنهم موافقين شفويا. هذه المرة من قطر، وبعد لقاء ثلاثي بين رئيس الجمهورية وأمير قطر والأمين العام للأمم المتحدة جاء قرار العودة إلى المفاوضات، فيما كان رئيس وفد الحكومة عبد الملك المخلافي يؤكد أن تراجع وفده عن تعليق مشاركته جاء بعد الحصول على ضمانات إقليمية ودولية بالالتزام بالنقاط الست التي طالب بها الوفد الحكومي سابقا. المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد دعا الأطراف اليمنية للاستفادة مما وصفها بالفرصة التاريخية لاستئناف مشاورات السلام، لكن تلك الفرصة لا تزال متعثرة وهي تدخل في الشهر الثاني من انطلاقها. ورغم التصريحات المتفائلة والحديث عن فرصة أخيرة، إلا أنه لا شيء سيتغير، فالميليشيا التي رفضت تقديم أي التزام بمرجعيات المفاوضات أو أجندتها لا يبدو أنها ستغادر المربع الذي تقف عليه منذ شهر في الكويت. والمجتمع الدولي المهتم بعودة الوفد الحكومي إلى المشاورات لا يبدو مكترثا بتحقيق السلام وفقا للقرارات الصادرة عنه، والضمانات التي حصل عليه الوفد الحكومي هذه المرة لا تختلف عن كل الضمانات السابقة، ويبقى أن ينتظر الفرصة الأخيرة للسلام الفشل الأخير أيضا ليسدل الستار على الجولة الثالثة من مفاوضات السلام في اليمن، والتي يبدو أنها ستكون الأخيرة فعلا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ الحلقة مع الصحفي المرافق للوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبد الله حزام. مرحبا بك سيد عبد الله. مرحبا اختي. أهلا بك سيد عبد الله. عودة جديدة للوفد الحكومي إلى المشاورات بعد تعليقها لفترة، على أي حال تعود هذه تستأنف هذه المشاورات ويعود الوفد؟ تستأنف هذه المشاورات بعد جهود وساطات من سمو أمير الكويت وكذا أمير دولة قطر، واللقاء الثلاثي الذي جمع رئيس الجمهورية بالأمس مع بان كي مون ورعاية سمو أمير الشيخ تميم أمير دولة قطر الشقيقة، وكل هذا أضفى إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يقر بكل المرجعيات، وأن الأمم المتحدة تحرر مذكرة للوفد اليمني أو الجانب اليمني، بل لن يكون النقاش القادم أو استئناف المفاوضات لن يكون بخارج المرجعيات الأساسية المتفق عليها مسبقا، وهي قرارات الشرعية الدولية وبالأخص القرار 2216 وكذا المبادرة الخليجية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، بالإضافة إلى الإطار الزمني والنقاط الخمس هي ستكون المرجعيات، وسيعود الوفد على هذا الأساس، أنه لن تخرج أي نقاشات عن هذا الإطار.
نعم سيد عبد الله، كل ما ذكرته هو كان معروف ومتفق عليه منذ بدء المحادثات، وليست هي نقطة الخلاف أو ما جعل الوفد الحكومي يعلق مشاورته. ماذا عن الأسباب التي أدت إلى توقف وتعليق المشاورات من قبل الوفد الحكومي؟ هل تم إزالتها؟ هل تم معالجتها؟ هي الوفد الحكومي وقف مشاورته وعلق مشاوراته لأن الجانب الانقلابيين كان في كل محطة يقول نحن لا نعترف بقرار الأمم المتحدة أو بقرار مجلس الأمن، نحن لا نعترف بالشرعية، عن أي شرعية تتحدثون؟ اليوم إذا عاد إلى مثل هذا لن اليوم كل المجتمع الدولي وهذا أنه يلزم بأنه المشاورات نفسها لن تخرج عن هذه المرجعيات، وكذلك لن يسمح المبعوث الخاص الأمين العام لمثل هذا الكلام أن يدور في المشاورات. إنه الكل جاء إلى الكويت بناء على هذه الاتفاقات الموقعة مسبقا. نعم، إذن هنالك حديث عن ضمانات قدمت للوفد الحكومي مقابل عودته للمشاورات، هل لديك أي معلومات عن مضمونها وطبيعتها؟ الضمانات من أحد أبرز هذه الضمانات، حسب ما علمنا من أبرز هذه الضمانات، قدمت الأمم المتحدة ضمانات بأن تلتزم المشاورات بهذه المرجعيات الأساسية وبرسالة ولد الشيخ لاختصاصات أو مهام اللجان التي شكلت، وأنه لن يسمح لأي طرف من الأطراف أن يخرج عن هذه المرجعيات في خلال المشاورات القادمة، وكذلك الإطار العام للمشاورات وخطة المبعوث الدولي اللي هي خطة السلام اللي قدمها، أن الجلسات القادمة ستكون للدخول في التفاصيل مباشرة لنقاش هذه المواضيع، ولن يعود النقاش مرة أخرى في يتناول قضية الشرعية من عدمها أو قضية القرار الأممي من عدمه أو هذه المرجعيات الثلاث من عدمها أو النقاط الخمسة أيضا. سيد عبد الله، ما طبيعة هذه الضمانات؟ هل هي شفهية أم مكتوبة؟ علما بأن الوفد الحكومي عندما علق مشاركته قال أنه يطالب بالتزامات خطية. مكتوبة الوفد الحكومي تلقى رسالة مكتوبة من المبعوث الأممي، وأيضا تأكيدات من تلقى رئيس الوفد تأكيدات من الأمين العام للأمم المتحدة في الدوحة، وأيضا تسلم الوفد اليمني اليوم رسالة مكتوبة بهذا الشأن. نعم، إذا سيد عبد الله تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث الدكتور محمد جميح محلل وكاتب سياسي. مرحبا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا دكتور محمد. بعد 5 أيام من تعليق مشاركته الوفد الحكومي وافق على العودة ولكن بضمانات هذه المرة، كيف تبدو لك هذه العودة والفرصة الأخيرة كما وصفها المبعوث الأممي؟ بالطبع يعني كل المراقبين لما يجي في الكويت بدون استثناء ينقسمون بين المتشائم وبين اليائس من تخرج هذه المفاوضات بشيء. هذا شيء مسلم به، الحكومة تقوم بهذه الإجراءات في تصوري من أجل ليس من أجل أن يثبت الحوثي بأن يلتزم بجدول الأعمال، ولكن لأنها تعرف أنه لن يلتزم، ولكنها تعمل ذلك لاتخاذ موقف أمام الرأي العام الدولي ولإصرار أن الحوثيين لن يلتزموا بشيء. اللقاء الذي تم عقد مبعوث الرئيس الوفد المفاوض الحوثي عبد السلام فليتا عقد مؤتمر صحفي قال فيه بأن قوات التحالف لم تستطع أن تنزع أسلحتنا بالحرب ولن تستطيع أن تنزعها بالحوار. نعم. وبالتالي يعني الأمور واضحة، يعني بالنسبة للحوثيين سلاحهم يعني استمرار سيطرتهم، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يدخلوا هذا السلاح الذي يعني بطريقة أوتوماتيكية آلية التنازل عن هذه السلطة. لا يمكن أن يسحبوا ميليشياتهم وهم اليوم يكون قد وقفوا الآلاف منها بالجيش والأمن، ونخرط السلك الإداري والمدني للدولة بعناصر أخرى من غير المجندين في الجيش والأمن. الوضع يعني لا يحتمل المزيد من المماطلات. يجب على الحكومة أن تكشف الرأي العام الدولي والعربي والإقليمي واليمني، لأن مفاوضات الكويت تفشل، والسبب هو أن القرار الدولي لم يطبق، لأن الذين حضروا إلى الكويت لم يحضروا للتنسيق
القرار الدولي كما يقولون، وإنما يقولون أنهم حضروا من أجل البحث في تشكيل حكومة توافق وطني، وهذه الحكومة يريدونها على خلاف متطلبات القرار الدولي الذي يدعو نعم. إلى سيد محمد، عودة الوفد أتت بعد يعني لقاء الرئيس اليمني بأمين دولة قطر والأمين العام للأمم المتحدة، كيف تقيم هذه الجهود التي بذلت؟ هل هي لحد المستوى الذي يعمل ضغط واتخاذ إجراءات قوية بحق الطرف المعرقل لسير المشاورات؟ هو الإشكال أن الأمم المتحدة تحس أنها في ورطة من أصدر قرارا تحت الفصل السابع وهي غير قادرة على تطبيقه، لأن هذا القرار الصادر تحت الفصل السابع يعني استخدام القوة لتنفيذ هذا القرار، إلى الآن لم ينفذ القرار، وبالتالي تريد الأمم المتحدة والمسؤولون الدوليون والدول الأعضاء في مجلس الأمن أن يخرجوا من هذه النقطة الحرجة بإيجاد تفسيرات التفافية للقرار الدولي بتقديم العرب على الحصان كما نقول، بالبدء بتشكيل الجسم الانتقالي، السلطة الانتقالية التي ستشرف على تطبيق القرار الدولي، وهذا ما لم يرد أصلا في القرار الدولي، لأن القرار الدولي يطالب بشكل واضح الحوثيين بتسليم السلاح والانسحاب وتسليم إدارات الدولة، ولم يقل أو يشرف القرار الدولي لتشكيل حكومة تشرف على هذه العمليات. إنما الآن تدار بعض الأحاديث عن أن المنطقة الدولية أو القوى الفاعلة تريد تمرير هذه الخلطة على اعتبار أنها لا تبعد كثيرا عن متطلبات وبنود القرار الدولي، وهنا المطب الذي يمكن أن تقع فيه الحكومة من احتماله وقف من هذا النوع. لماذا؟ لأنه بعد اتفاق السلم والشراكة الذي وقع ليلة 21 سبتمبر بعد أن دخل الانقلابيون إلى صنعاء ووقعوا في القصر الرئاسة مع كافة الأحزاب السياسية اتفاقا تحت أسنة الرماح كما يقال وبالقوة، هذا الاتفاق يلزم الحوثيين بطبعا تشكيل حكومة توافق وطني ومن ثم سحب الميليشيات التي دخلت صنعاء وتسليم الأسلحة. الحوثيون شكلوا الحكومة في حينها كما كان معروفا حكومة المهندس خالد الحاح التي غادرته رئيس وزرائها خرج منها، ولم يلتزموا بالبنود الأخرى فيما يخص سحب الميليشيات وتسليم الأسلحة، مع أنهم شكلوا الجسم السياسي المتمثل في الحكومة. اليوم يريدون أن يذهبوا إلى ذات الخطة، تشكل حكومة هي التي ستسحب الميليشيات وستسحب الأسلحة، وبالتالي لن يسحبوا، لأن حكومة تشارك فيها الحوثيون وتكون لهم بيد الطولة فيها، لا يمكن لحال من الأحوال أن تسحب أسلحتهم وأن تسحب ميليشياتهم، وإنما سيقول لهم ما هو حزب الله في لبنان المعطل الذي خطف القرار اللبناني وذهب بلبنان إلى الأودية التي ذهب فيها الآن في سوريا وغيرها من المناطق التي تدخل فيها حزب الله. نعم. دكتور محمد تفضل بالبقاء معي، واسمح لي لأن أعود للسيد عبد الله حزام. سيد عبد الله، لو استمعت لحديث الأستاذ الدكتور محمد تكلم عن مخاوف من الإعداد لنصف تسوية يتم الإعداد لها الآن بعودة الوفد الحكومي، ما تعليقك؟ لا، أنا لا أعتقد أن هنالك نصف تسوية، ورغم أني أتفق كليا مع ما ذهبوا إليه الدكتور محمد. نعم. من الحوثيين يبحثون أو الانقلابيون بشكل عام يبحثون عن نصف تسوية، يبحثون عن تقديم عن الحديث عن تشكيل حكومة لتنفذ القرار، وهذا لا يمكن أن يتم أو يوافق عليه الجانب الحكومي. الجانب الحكومي يدرك أن أي اتفاق أو أي نصف اتفاق هو المزيد من الحرب، فقط إعطاء شرعية أو إعطاء هدنة للطرف الآخر ليعيد ترتيب أوراقه وقره إلى معركة غير متكافئة في داخل حصن صنعاء. لا يمكن للحكومة العودة والحديث عن تشكيل حكومة قبل تسليم السلاح والخروج من المدن، وبعد ذلك سيأتي تشكيل الحكومة، أما قبل ذلك لن يأتي تشكيل الحكومة إطلاقا، لأن لا يمكن أن تشكل حكومة والأسلحة أسلحة الجيش اليمني كلها بيد هذه الميليشيات، وهي التي تتحكم في الأرض، وهي أيضا التي تريد أن تسلم السلاح لنفسها من نفسها إلى نفسها، وهذا كلام غير منطقي وغير وارد. إنما هذا ما يريد ما يطالب به الانقلابيون، ولن يعطيهم أحد هذا الوضع حتى المجتمع الدولي يدرك لهذه الخطوة، والسفراء الدول 18 يدركون لهذا الموضوع إدراك صحيح وإدراك واقعي أيضا.
والنقطة الأهم أيضا الذي لم يشير لها الدكتور أن الحوثيين بدأوا يعزفون على وتر الوضع الاقتصادي، هم أيضا يريدوا أن يبحثوا عن تمويل جديد لحربهم القادمة من المجتمع الدولي أو من خارج، وهذا أيضا لن يعطيهم أحد. كل المساعدات الدولية مشترطة أو مرتبطة بارتباط كلي بوجود حكومة شرعية أو الحكومة الشرعية لتعود على الأرض وبسحب السلاح من المدن وانسحاب الميليشيات من المدن، هذا شرطين أساسيين لا يمكن الحديث قبلهما عن أي نوع من أنواع التوافق حتى تشكيل حكومة توافقية. لا يمكن الحديث عنها، بل أن الجانب الحكومي واضح وطرح أنه نحن لن نشكل حكومة توافقية، إنما نشكل حكومة وحدة وطنية تكون من كل القوى السياسية لتعود بالعملية السياسية من حيث أن توقفت. إذن هذا موقف الوفد الحكومي، ماذا عن موقف الحوثيين؟ هل تغير بعد هذه الخمسة الأيام من تعليق المشاورات؟ يا عزيزتي نحن نفهم الحوثيين جيدا، يجب علينا أن ندرك أن الحوثيين يتبعون سياسة النفس الطويل. الحوثيين أتوا إلى هنا وهم لا يريدوا أي سلام ولا يفكروا مجرد التفكير بالسلام، إنما يسعون فقط إلى 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 كسب الوقت وإيقاف الطيران، وإلى لديهم مشروع آخر يريدوا أن يسوقوا أنفسهم سياسيا مع كثير مع كثير من أنصارهم في الداخل، وإعطاء تخدير لكثير من أنصارهم في الداخل، وهم لا يريدوا سلام حقيقي. إذن ما الجدوى من كل هذه الضغوط التي مورست على الوفد الحكومي للعودة إلى المشاورات؟ على ماذا يعول المجتمع الدولي؟ يجب أن ندرك شيء واحد، أن العالم كله وسفراء الدول 18 والأمم المتحدة ودولة الكويت تقول اعطوا فرصة، أنتم الجانب الحكومي، الجانب الحكومي هو الذي يعمل اعتبارات لقرارات الأمم المتحدة، هو الذي يعبر اعتبارات للضغوط الدولية أو للدول الأخرى، أما هذا ميليشيات وهم يقولوا هذا الكلام، نحن نسمع هذا الكلام في أزقة وفي طواريد المشاورات، يقولون نحن عندما نتخاطب مع الجانب الحكومي نتخاطب مع حكومة مسؤولة على 25 مليون نسمة، مسؤولة على جانب اقتصادي، مسؤولة على بنية اجتماعية، على كذلك عندما نحن نتحدث مع ميليشيات نحن نريد الميليشيات أن تؤمن بحق الآخرين، نحن نريد الميليشيات أن نقربها قليل إلى طاولة الحوار. نحن الآن يجب أن نواجه النفس الطويل بنفس أطول ونفس أطول لكي نكشفهم للعالم، لكي يعرف العالم. وسيأتي اليوم الذي يقول فيه الأمم المتحدة وسفراء الدول 18 من هو المعرقل الحقيقي ومن الذي يقف عائق أمام عملية السلام. نعم، إذن سيد عبد الله ابقى معي واسمح لي لأن أعود إلى الدكتور محمد. دكتور محمد، الكثير يرى أن المجتمع الدولي غير قادر على الضغط على الحوثيين، كان من المقرر أن يكون معنا في الحلقة الدكتور نصر طه مصطفى، وكان في مقال له نشر سابقا تحدث عن أن المجتمع الدولي يبحث عن منافذ للتراجع عن النصوص الصارمة في القرار 22/16 ومحاولة صياغة حلول سياسية عبر قرار دولي جديد، ما تعليقك؟ هذا ما ذكرته قبل قليل من أن المجتمع الدولي يريد أن يبحث عن صيغة معينة يفسر بها القرار الدولي، يكون فيها نوع من التلاعب بتقديم بنود هذا القرار وتقديم تشكيل الحكومة على تنفيذ المقررات الرئيسية للقرار من سلاح وميليشيات وانسحاب من إدارة الدولة إدارة الدول المختلفة. هذه رؤية. الرؤية الأخرى ربما ليست مطروحة الآن بشكل، لكن بعض السفراء ربما يلوح بخطورة عدم الامتثال لهذا التفسير للقرار الدولي، لأنه في حال لم توافق الحكومة ربما تلجأ الأمم المتحدة إلى إصدار قرار جديد يكون في هذه الصورة وفي هذه السياق، في سياق تفسير القرار الدولي بتشكيل الحكومة التي تنزع السلاح وتسحب الميليشيات ويرتكب الحوثيون. لكن بالمجمل الحكومة اليمنية اليوم في موقف قوي جدا، لديها قرار دولي ولديها مبادرة خارجية ولديها منتجات القرار الوطني، لا يجب بحال من الأحوال حتى لو وصلنا إلى أسوأ الأحوال بالذهاب إلى قرار دولي جديد وهو نوع في تصخير ضرب من الخيال الواسع أن نذهب إلى قرار جديد في حال وجود قرار تحت الفصل السابع صادر. الحكومة اليمنية أن تتشبث بالموقف، وهذا لا يعني أنها لن تتنازل. الحكومة اليمنية تنازلت بأن جرت عن ميليشيات انقلابية وهذا يكفي.
أما أن تتنازل عن بنود قرار الدولي وعن مبادرة خليجية وعن منتجات الحوار الوطني، هذا أمر لا يخص الحكومة اليمنية بتصوري، لأنه يخص اليمنيين جميعا، والحكومة هنا بما أنها شرعيتها مستمدة من الشعب الذي يطالب بأن لا تفرط في هذه البنود المستحقة. لكن بالمحصلة النهائية أنا في تصوري الحوثيون هم لن ينصاعوا، وبالتالي ربما كانت الطلعات الجوية اليوم في صنعاء والقنابل الفراغية التي ألقيت ربما هي رسالة تحذير من أن الحل العسكري لا يزال موجودا. أنا هنا أستحضر تصريحين سعوديين لمسؤولين كبيرين، أحدهم مسؤول سياسي رأس الدبلوماسية السعودية عادل جهيد، والآخر الناطق باسم قوات التحالف أحمد العسيري. الجبير يقول بأن الحوثيين إخوتنا وأنهم ضمن السجل الاجتماعي اليمني، وهذا يصب في صالح المفاوضات ودفعهم إلى المضي قدما فيها، وإلى تقديم والالتزام، وليس تقديم التنازل، والالتزام بالقرار الدولي، وهي بكتابة الجسر التي تقدمها سعودية الحوثيين. بينما العسيري يقول أنه في حال تم فشل مفاوضات الكويت فإن الحل العسكري سيكون هو الحل الوحيد للدخول مع حسب تعبيره. إذن السياستان موجودتان، وأنا بالطبع أنه إذا فشلت المفاوضات فإن الحل العسكري سيكون هو البديل. نعم، إذن الدكتور محمد جميح كاتب ومحلل سياسي كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام نعود الآن إلى السيد عبد الله حزام. سيد عبد الله، لعلك استمعت لكلام الدكتور محمد ولتحليلاته، هل لك تعقيب على ما قاله؟ والله أنا أتفق معه أنه لا يزال كل الخيارات مطروحة أمامنا، أمام الجميع، كل الخيارات لا تزال مطروحة، بما فيها الخيار العسكري للحسم لا يزال مطروح، وهو أيضا عندما تتوقف أو عندما تفشل مساعي السلام سيعود الجميع إلى الحل، إلى الحل على الميدان. وإنما أي صدور لأي قرار دولي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلغي القرار السابق أو يقلل من أهميته. وأيضا لا يوجد الشعب اليمني في الأخير هو صاحب المصلحة الحقيقية في تحديد مصيره. إذا كان لم يستطيع المجتمع الدولي أن ينفذ قراره على مجموعة من الميليشيات المتمردة، ما بالك على مجموعة من الشعب اليمني تعدادهم أكثر من يصل إلى 25 مليون نسمة. لن يستطيع. أنا أقول أنه على الجميع أن يدرك أن اليمن يتسع الجميع لدولة تبنى على أسس العدالة والمساواة وعلى أسس القانون والصندوق الاقتراع، وليس على أسس الغلبة أو الصفوية أو السلالية والأسرية. نعم، إذن سيد عبد الله حزام الصحفي المرافق للوفد الحكومي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من الكويت السيد عبد الله حزام صحفي مرافق للوفد الحكومي، وكان معي من لندن الدكتور محمد جميح كاتب ومحلل سياسي. وأشكركم على حسن المتابعة، وهذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من الإعداد من زميلي محمد القاسم. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.